خبر ايجابي تاني عن صندوق النقد الدولي. توقعت كريستينا لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر خلال عام 2018 ل 12%، واكدت لاجارد ان تراجع التضخم سيتبعه انخفاض عام في الاسعار. واشادت كمان مدير عام صندوق النقد الدولي بالرئيس السيسي والشعب المصري، وقالت ان هم اظهروا شجاعه على طريق الاصلاح الاقتصادي. علشان نعرف تفاصيل اكتر للتعقيب معانا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والاستاذ المشاهدين. صباح الخير. يعني دكتور هشام، الخبر ايجابي جدا، وخصوصا فكره انه بيتم تصريح هام جدا من فكره انه تراجع للتضخم، ما يتبعه ايضا من انخفاض في الاسعار. تعقيب حضرتك. هو الحقيقه المسائل اصبحت اكثر وضوحا في الوقت الحالي. احنا معدل التضخم اللي اعلن عن الشهر الماضي وصلنا ل 17% نزولا من مستوى 35%، وبالتالي 17 بقينا قريبين جدا من تحقيق المستهدف اللي هو تقريبا ما بين 12 و 13% خلال العام الحالي. اتصور انه خلال الفتره القادمه هيكون في مزيد من انخفاض معدل التضخم، ده امر متوقع وطبيعي لاي عده اسباب ابرزها واهمها انه الحقيقه البنك المركزي ولجنه السياسه النقديه يوم الخميس الماضي اتجهت او غيرت الاتجاه العام لاسعار الفائده داخل الاقتصاد. خلال او منذ تحديثها الصيف حتى الان كان الاتجاه هو صعودي. في الاجتماع اللي تم يوم الخميس الماضي بدانا نغير الاتجاه العام، ويتجه البنك المركزي لتخفيض اسعار الفائده لاول مره بمقدار 1%. اتصور انه هذا الامر سوف يستمر معنا خلال جلسات لجنه السياسه النقديه القادمه، وبالتالي ده معناه ايه؟ معناه انه لما انخفض اسعار الفائده تكلفه التمويل اللي هي عنصر من تكاليف انتاج اي سلعه او تقديم خدمه هتقل، وبالتالي ده معناه انه هيؤدي لمزيد من انخفاض في معدل التضخم خلال الفتره القادمه. مش بس كده، ده كمان هيساعد على زياده الانتاج، زياده الاستثمار، لانه مزيد من تخفيض اسعار الفائده وتقليل تكلفه التمويل هيشجع المستثمرين على مزيد من التوسع في خطوط الانتاج، وبالتالي هيؤدي ل في المزيد من انتاج السلع والخدمات بالشكل اللي يؤدي لمزيد من انخفاض الاسعار خلال الفتره القادمه. يعني بتطمنا كده يا دكتور على فكره انه ممكن الاسعار تقل والمواطن البسيط يقدر يحس بيها. خلال الاشهر الماضيه كان معدل الزياده في الاسعار هو اللي بيقل، يعني لم نصل بعد الى مستويات الاسعار ما قبل 3 نوفمبر 2016، ده حقيقي، لكن الحقيقه موجه ارتفاع الاسعار انخفضت، واتصور مش بس كده بدات تتجه ل انها تكون ارقام سالبه، وبالتالي معنى كده انه خلال الاشهر القادمه يمكن ان نشهد اسعار ما قبل 3 نوفمبر 2016 او ما قبل تحديث سعر الصرف. اشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره على المعلومات. يا رب تنزل، يا رب الاسعار تنزل الفتره اللي جايه ويحصل تراجع فعلا، يعني الرقم ده يترجم كده في الواقع وعلى الارض، ونلاقي الاسعار بدات تنزل شويه يعني في كل السلع المختلفه.